في الأيام الفائتة شهدت الحدود العراقية الأردنية حالة من التوتر والاضطراب بعد أن منعت حشود من المسلحين العراقيين صهاريج النفط العراقي من العبور إلى الأردن عبر منفذ طرابيل. ما اضطرت هذه الصهاريج إلى العودة إلى مدينة الرطبة على بعد 160 كيلومترا من المنفذ. وقد أثار هذا الحادث استياء وقلق السلطات الأردنية التي تعتمد على النفط العراقي كمصدر رئيسي للطاقة، والتي تحاول تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني مع العراق في ظل الأوضاع المضطربة في المنطقة. تعلمون بماذا يستخدم؟ يستخدم في الوقود للطائرات التي تقذف قطاع غزة وسائر الأخوة الفلسطينيين. فهيهات هيهات أن تعبر من هذا المعبر قطرة نفط عراقية واحدة. لكن من هم هؤلاء المسلحين العراقيين؟ وما هي دوافعهم وخلفياتهم؟ وما هي الرسائل التي يحاولون إيصالها إلى الأردن والعالم؟ وما هي الآثار والتداعيات المحتملة لهذا التجمع على العلاقات الثنائية والاستقرار الإقليمي؟ حسب المصادر الإعلامية والسياسية، فإن هؤلاء المسلحين والذين بلغ عددهم 7000 شخص هم عناصر من ميليشيات وفصائل عراقية تابعة لإيران وتنتمي إلى ما يسمى الحشد الشيعي أو الحشد الشعبي، وهي مجموعة من التنظيمات المسلحة التي تشارك في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، وتتلقى تمويلاً وتدريباً وتسليحاً من قبل إيران والحرس الثوري الإيراني. ومن بين هذه الميليشيات والفصائل نجد حركة النجباء وكتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء وعصائب أهل الحق، والتي تعتبر من أكثر التنظيمات تطرفاً وعنفاً وولاءً لإيران. ويزعم هؤلاء المسلحين أنهم يتجمعون على الحدود العراقية الأردنية بغرض دعم غزة والمقاومة الفلسطينية ضد العدوان الإسرائيلي، وأنهم يريدون الوصول إلى الحدود الأردنية الفلسطينية للمشاركة في القتال ضد إسرائيل. وقد أطلقوا على تجمعهم اسم مسيرة المليون، ونشروا شعارات ولافتات تحمل عبارات مثل الأردن بوابة القدس والموت لإسرائيل والموت لأمريكا. وقد تلقوا توجيهات ودعماً من بعض المرجعيات الدينية والسياسية العراقية التي تنتهج خطاباً متشدداً ومعادياً للأردن والدول العربية المعتدلة. لكن هل هذا هو الهدف الحقيقي لهذا التجمع؟ أم أن هناك أهدافاً أخرى خفية ومشبوهة وراءه؟ ولماذا لا يتوجهون عبر جبهة الجنوب السورية؟ أليست أقرب وأسهل للوصول إلى فلسطين؟ أم أن الأردن هو الهدف الحقيقي لهذه الميليشيات والفصائل؟ هذا ما يراه الكثير من المحللين والمراقبين الذين يرون في هذا التجمع تحركاً عدائياً واستفزازياً من قبل إيران وأذرعها في العراق، يهدف إلى ممارسة الضغط على الأردن وتقويض علاقاته مع العراق والدول العربية الأخرى. ويعتبرون أن هذا التجمع يشكل خطراً أمنياً وسياسياً على الأردن والمنطقة بأسرها، ويحمل رسائل تهديد وتحذير للمملكة الهاشمية التي تعتبر من الدول الرافضة للتدخلات الإيرانية والمناهضة للمشروع الفارسي في المنطقة. ويقولون إن إيران تحاول من خلال هذا التجمع تحقيق أهداف عدة، من بينها إظهار قوتها ونفوذها في العراق والتأكيد على أنها تملك القدرة على التحكم بالحدود والموارد العراقية، وتعطيل أي تعاون اقتصادي أو أمني بين العراق والأردن أو الدول العربية الأخرى. إرسال رسالة للولايات المتحدة، وهي أن طهران لم تعد تكتفي بوجودها العسكري في الجنوب السوري للضغط على الأردن وتهريب المخدرات عبره، بل هناك ميليشيات عراقية تابعة للحرس الثوري تسعى إلى وقف تزويد الأردن بأي نفط عراقي بأسعار مخفضة. إيران التي فشلت في اختراق الأردن أمنياً، يجزم الساسة الأردنيون أنها تبحث عن أي وسيلة للضغط عليه، والانطباع حتى الآن هو أن حكومة السودان لا تبذل الجهد الكافي للحيلولة دون تحول وجود آلاف من العراقيين على الحدود في حالة الاعتصام إلى أزمة لا تزال صامتة بين البلدين، لكنها مفتوحة على كل الاحتمالات، وهي أزمة قابلة للتمدد أمنياً إلى حد كبير إذا لم تحصل تجاوبات واستمرت التجاوزات. حشر الأردن في المنتصف على ما يبدو جزء من الاستراتيجية الإيرانية الجديدة مستغلة حرب غزة، ويبدو أن جرس الإنذار يقرع، لأن المزيد من المتطوعين العراقيين الشيعة يحضرون بصفة جماعية للمنطقة، وإذا ما استمر تدفقهم بدون تدخل من مؤسسات المرجعية الشيعية في بغداد، فالسلطات الأردنية تتوقع سيناريو أسوأ.